حياكم الله وبياكم. أنا حاليا في الطريق من كوسوفو إلى آخر مدينة في جنوب ألبانيا اللي هي كساميل، وهذه لقطات من الطريق. المسافة يعني من مدينة بريزرن الكوسوفية تستغرق تقريبا 6 ساعات. أحلى 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 مساء للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هني منبع، وهني معلم سياحي اسم العين الزرقاء في ألبانيا، قريب من مدينة سرندا الساحلية، يعني في جنوب ألبانيا. وبنروح معاكم للعين بعد شوية. المطعم اليوم مسكر لأن خلاص الشتاء ما في موسم. التقاطات هذه كلها مطاعم تفتح في الصيف، طبعا المياه من كل مكان، مياه صالحة للشرب، لكنك الأفضل أنك تشتري زجاجاتها أفضل منه. العين الزرقاء جنوب ألبانيا، هذه واحدة من المعالم السياحية طبعا في ألبانيا. بس احنا اليوم في الشتاء 2 من ديسمبر 2022، درجة الحرارة 16 تقريبا. جزاكم الله بالخير جميعا. بعد مسير 6 ساعات من بريزرن، مدينة بريزرن الكوسوفية، إلى هالمكان، هذه هي العين الزرقاء. هذه من المعالم السياحية طبعا اللي في ألبانيا. هذه حتى من إذا طلعت من العاصمة يمكن يبغي لك 4 ساعات للوصول لها. بتشوفون صورتها من بالعرض، وبتشوفون صورتها من فوق، من المنصة هذه اللي فوق. كم بزيارتها لما، وخصوصا انها قريبه من مناطق سياحيه ببلدات مثل سرندا، كوزامل، فلورا. هذه العين قريبه من هالاماكن، فلا تطوفونها خصوصا في الصيف. في الصيف مع العلم انهم حاطين ممنوع السباحه، لكن تقدر تسرق شوي، ها تقدرون تسبحون، مع العلم ان هاي اللافتات ترى جديده. تصوير مره ثانيه العين الزرقاء. أقول لكم هالمنطقة ترى فيها نشاطات ثانية للتمشي. برويكم الحين، بصور لكم الأماكن اللي ممكن تزورها في هالمكان، لأنها عبارة عن محمية طبيعية. ما شاء الله كيف اندفاع الماء. هاي كل المعلومات عنها. هني شوفوا مجموعة من النشاطات اللي ممكن تسويها في هالمنطقة هاي. تشوفوا مجموعة من النشاطات اللي تقدر تسويها في هالمنطقة هاي. هاي كلها حدائق قريبة من هالمكان، وشي في نفس المكان.
نواصل. ست ساعات من المدينة اللي كنت فيها لين هالمكان هذا عشان أصور هالصورة. العين الزرقاء جنوب ألبانيا قريبة من مدينة سرندا وجلوغاستر. هاي كل المعلومات عنها تكملة المعالم السياحية القريبة من هالمكان. أحلى 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 مساء للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بلدة من البلدات الساحلية الألبانية السياحية ألا وهي سرندا. طبعا الشتاء شوفوا ما يشوفون سواح في اي مكان بزوره من البلدات هاي، ما يشوفون اي سايح الا الناس اللي يحبون بس يزورون المناطق هاي. شوف تسخر بالفنادق وبالشقق الفندقيه وبالشقق العاديه. وبعد هالمنطقه في منطقه مدينه اسمها كساميل، هذه اخر مدينه بعد هالمنطقة بنص ساعة تقريبا تبعد عن هالمكان، وخلاص بعدين ندخل اليونان. هذا الأسود فندق 5 نجوم، فاصل غنائي.